السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. شوف الجو شلون عندي، شوف كيف نوراي فوق القيوم جالس. وما نشوف راح اتكلمكم عند الاب الحين. طيب خليكم برضه هنا، طبعا انت تشوفوني هنا وتشوفوني هنا من الجهه الثانيه. خل اسيف ذا واسوي لكم فيديو ثاني برضه، بعدين بتكلم عن كامل. اتوقع لو اسجل الشاشه وتشوفون كل شيء اشغل الفيديو مثل ما تشوفونه هنا. وين احنا فيه ما ادري. شوفوا البومة وراي، الغزال هنا، هذا الغزال نفسه. لو نشوف ذا المكان برضو ما ادري وين احنا، كاتبين تقريبا تحت. ما ادري وين ذا المكان، من المكان بس من المكان بس انه مثل ما تشوفون الحين. والله هذا فيلم تقريبا، هذا اللي كاتبين اسمه تحت. لو نشوف هنا ميتروبوليس، نشوف. حلو انك بس تضغط وتسجل الصوت. نشوف كيف والله زادت ابل كثير، ما كان يعني كل الاشكال ذي اللي حطيناها من قبل. طبعا نزلت ابل تقريبا قبل سنه او سنتين ذا، بس جالس اتحدث فيه برضه. فلو شو نقدر نقلبها في الشاشه اللي ورا، الحين طلعكم في الكاميرا بس اقرب لكم تشوفون نفسكم انتم طالعين في الكاميرا. لا والله المشكله ما تطلعون. لو بحطكم كذا، هذا انا ابل مط. ايوه هذا الكاميرا ما تشوفون. شوف انتو كيف طلعت هنا برضو، هنا مثل ما نشوف. في اشكال كثيرة لو بنمشي عليها. بسم الله سكتش ذكاء صايرة. شوفوا كيف داي. ايوه هذي في بنت هنا قبل سنتين اذكرها كلها جالسة تذاكر ما تسوي. ايوه هذي شوفوها، كنت مسوي لها ريفيو من قبل انا، ما راحت موجود هنا. في اشكال كثيره يعني بتتعبها في الواتساب، ترسل حق اصحابك اي مكان. في انواع مثل ما اشوف. اوكي لازم نتكلم، يقول لك انك تسجل. انا ما استخدم الا الميز اللي وريتكم اياها قبل شوي بس. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا اللي قبل شوي سجلنا، هذا تقدر تعدل فيه تقص ولا شيء. تقص ولا شيء ما اقدر الفيديو هنا وبس. هذا الفيديو، الفيديو يعتبر قبل طلعته الحق تبي تخلي الناس يعرفون كيف الاي ار اللي هو الواقع المعزز. شيء حلو يعني، اتمنى ان الناس يبدعون فيه. برنامج اسمه كليبس، رابط البرنامج تحت. طبعا البرنامج من ابل، في برامج ثانيه برضو بس هذا البرنامج ابل. سويت الايفون من الايفون 10 تقريبا بس اللي راحت، او الايفون 8، الايفون 10 او الايفون 7 والله ما اذكرها، بس قبل سنه او سنتين تقريبا سويته. وحلو البرنامج انك تسوي حركات افكتات وتخش في يعني تشيل نفسك تحط نفسك في عالم ثاني. بس هذا اللي حبيت اوريكم اياه. في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع واعمل لايك للمقطع، ورابط البرنامج تحت موجود. والسلام عليكم.